هاتف الدكتور عمر مورود رئيس رابطة علماء ليبيا. أنا أرحب بك فضيلة الدكتور، وبشرة أسألك يعني بعد قرابة 3 أعوام ومحاولات أهالي بنغازي الرجوع ومحاولة أيضا فك الحصار على أهالي قنفود المستضعفين، اليوم سرايا الدفاع تقوم بعملية الرجوع، العملية العسكرية إلى بنغازي نصرة لأهالي بنغازي. أنتم كرئيس رابطة علماء ليبيا كيف تنظرون إلى هذه الخطوة شيخ عمر؟ على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. نشكر قناة النبأ على قيامها بالواجب الذي يفرضه عليها الدين والوطن والأخوة. ولا شك أن مدينة بنغازي أصيبت وامتحنت امتحانا شديدا، حيث هجر عدد كبير من سكانها واعتدي على عدد كبير منهم بالموت، وشردوا في مختلف مدن ليبيا، وبدون شك يعتبر هذا ظلما صارخا واعتداء كبيرا لا يحق أن يسكت عليه عاقل، بل واجب على كل عاقل أن ينتصر للمظلومين وأن يبين لهم أنهم على حق، وأن دفاعهم لكي يرجعوا إلى وطنهم، إلى مدينتهم، إلى مساكنهم، إلى أرضهم، هو حق يجب أن يؤيدوا وأن ينصروا وأن يؤخذ بأيديهم لكي يتمكنوا من ذلك. وهم الآن ومن لهم أيضا حرية العقل وسلامته واستعمال شرع الله يقومون بشيء من الواجب لرجوع بعضهم إلى موطنهم ولنصرة البعض لهم في ذلك. فإن سرايا بنغازي قد يكون كلهم من سكان بنغازي المهجرين، وقد يناصرهم بعض فينضم إليهم للدفاع عن الحق ولنصرة المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. كيف أنصره ظالما أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تحجزه عن ظلمه فذلك نصره. فالمعتدون على سكان بنغازي بالتحجير وبالقتل وبوسائل الإرهاب المختلفة هم معتدون وظالمون، ويجب على كل من له ذرة من الإيمان أن ينصرهم وأن يدافع عنهم وأن ينضم إليهم على الأقل بالكلمة الطيبة وبالدعاء الصالح. وهذا أمر واجب علينا جميعا، وواجب على من قاموا بالاعتداء على هؤلاء أن يراجعوا أنفسهم، فإن الله أقدر عليهم منهم هم على أهل بنغازي. فيجب أن نبين لهم ونشعرهم بأن ما يقومون به هو ظلم، والله قادر على أن يسلط عليهم من يريهم شيئا من الظلم حتى يستيقظوا وحتى يعلموا أنهم على خطأ. وواجب الليبيين جميعا أن يؤيدوا سرايا بنغازي في رجوعهم إلى وطنهم وفي استرداد حقهم المسلوب، ولا يحق لأحد أن يعتبرهم غزاة أو يعتبرهم ظالمين، فإن الحق لا يصح أن يصبح غير حق، فهم لا بد أن يرجعوا إلى وطنهم. والحاكم إذا أراد أن يحكم شعبا فلا يصح أن يتسلط على هذا الشعب بالقوة فيقهره لكي يكون محكوما لديه وهو حاكم له. هذا ظلم، وشرعنا لا يجيز لشخص متسلط أن يطلب لنفسه الحكم والسيطرة على الآخرين. نعم فضيلة الشيخ. في طريقها إلى بنغازي تمر هذه السرايا وقوى السرايا بمناطق بها بطبيعة الحال قبائل المنطقة الشرقية،
تناشد السرايا منذ صبيحة اليوم القبائل بالوقوف معها أو على الأقل تحييد موقفها حتى يصل أبناء بنغازي إلى مدينة بنغازي. كلمتكم إلى القبائل وأبنائها ممن قد يشاركون في قتال السرايا. أنا أخاطب كل المدن والقرى والمناطق التي تمر بها سرايا بنغازي، أخاطبهم باسم الله وبشرع الله أن يساعدوا هؤلاء لاسترداد حقهم والرجوع إلى مساكنهم وموطنهم، وعليهم أن يزودوهم بكل ما يحتاجون إليه، بل عليهم أن ينصروهم وأن ينضموا إليهم، ولا يكفي مجرد الكلمة. هناك من تقبل منه مجرد الكلمة والدعاء، وهناك من يمكن أن نرضى منه بأن يقول كلمة هادئة فقط، لكن هناك من يجب عليه أن يزودهم بالماء وأن يزودهم بالطعام وأن يمدهم بشيء من النقود لكي يشتروا حاجاتهم الضرورية. هذا أقل ما ينبغي على من يمرون بهم ومن يشاهدون يعني هؤلاء السرايا يريدون أن يرجعوا إلى موطنهم الذي هجروا منه. في المقابل شيخنا، اقترى قوات الكرامة أن ما يقوم به السرايا الدفاع عن بنغازي ما هو هجوم على بنغازي. أخيرا كلمتكم لقوات الكرامة التي تدافع أو تقاتل وتمنع السرايا وأبناء بنغازي من الرجوع إلى مدينتهم. أنا أريد من هذه من سموا أنفسهم بهذا الاسم أن يفكروا في هذا الاسم، فهو اسم رفيع لا يصح أن يطلق على الظالمين. إذا أرادوا أن يحافظوا على هذه التسمية فلا بد أن يرجعوا إلى شرع الله ويخاطبوا أنفسهم بشرع الله ويسمعون نصيحة الناصحين والعلماء الصادقين. العلماء والعلم يقول لهم إن أسلوبكم في رغبتكم في الحكم ليس أسلوبا شرعيا ولا قانونيا، إذن لا تسمون أنفسكم بالكرامة. الكرامة اسم لمسمى عظيم ورفيع، فلا يصح أن يسمي أشخاص يعيشون على الدماء وعلى سلب الأموال وعلى تفريق وعلى تشتيت السكان وعلى ظلم العباد. هذه تسمية من قبيل التسمية بالنقيض، فالظالم لا يصح أن نسميه ناصرا للحق، والمظلوم لا يصح أن نسميه ظالما أو نطلق عليه هذه الكلمة. فالذين يريدون أن يرجعوا إلى وطنهم هم أصحاب حق، ويجب أن نؤيدهم، وعلى من ينتسبون إلى الكرامة أن يكونوا اسما على مسمى. أشكرك فضيلة الشيخ الدكتور عمر مولود رئيس رابطة علماء ليبيا، حدثتنا من مدينة الزاوية.